السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حاولوا ما امكن الان بشاي فيه ثلاث اشياء، جميل ممكن تشربه يوميا ويشربونه الاطفال، جميل تشربونه يوميا وهو في نفس الوقت شراب انيق جيد وكذلك يزيل الالم وكذلك الارهاق، وهذه المسائل هذه في حبوب الكزبرة. حبوب الكزبرة يحتقرها الناس، سبحان الله، حبوب الكزبرة قوية جدا. لاحظوا الخلطة اللي فيها السكري، فيها حبوب الكزبرة وحلبة وخروب، هذه الثلاثة هذه يحتقرهم الناس، ثلاثة في العالم سوى السكر عند الناس. كاين حتى إخواننا ترجموا لبعض الأصدقاء في أمريكا وأوروبا وهذا، وأصبحت هذه الخلطة عالمية دولية، لكن ما عندهاش الاسم. لماذا؟ لأن صاحبها محمد فايد. لو كانت خلطة جانسون ولا خلطة شي واحد آخر لكون سموها، لكن هذه الوصفة هذه لأن محمد فايد في المغرب هو الذي قالها، ولأن أعداؤه هم اللي عندهم ألسنة طويلة، فهذه الخلطة هم الآن يبيعوها للناس يكسبون منها، ولكن يسبون فايد. الكزبرة والحلبة والخروب، هذه الثلاثة، ثم السكر يتسوى. وما عندنا مشكل مع السكر، وتحملونها معكم حتى لما تسافروا، لما تكونوا يعني ضيوف عند الناس لازم تكون في جيبك هذه الوصفة هذه. إذا كان عندك سكري نوع أول وثاني لازم تكون عندك هذه الوصفة هذه. يعني ممكن تناول الأنسولين، لكن تناول هذه الوصفة، وهذه الوصفة هذه ستنقص من جرعة الأنسولين. كاين واحد أظن أخ أو أخت في تونس أنه الطبيب وقف له الأنسولين، طبيب وقف له الأنسولين فقط لأنه مبقاش عنده سكري. ولذلك قلت كل شيء ممكن. لماذا هناك من تعالج هناك من لم يتعالج؟ لماذا؟ لأن الناس لا يفهمون العلاج. هذا هو المشكل، وهذا هو مشكل مع الناس، أن هناك من لا يفهم الخطاب، وهناك من لا زال نائم وعنده مال ويتناول جاهز، هناك من يتناول الحل جاهز لا يريد أن يفهم. أعطيني الوصفة نعطيك المال. أنا أحارب هذه الطريقة هذه، لا أريد من أريد الناس أن يتواضعوا وأن يقوموا هم إلى المطبخ، ولو كان وزير ولو كان ضابط ولو كان برلماني، يقوم إلى المطبخ ويهيئ عصير خضر يشربه. لماذا الأمريكي الآن يعني فيهم هذا التواضع؟ لماذا الأمريكي يعني يكون جنرال، يكون وزير، يكون يعني ضابط، يكون طبيب، يكون مهندس؟ لماذا لما يدخل إلى المنزل يكون مواطن فقط، ليس ضابط، مواطن، يذهب إلى المطبخ ويهيئ عصير خضر ويهيئ يعني سلطة ويهيئ أشياء يأكلها؟ الوزير عندنا احنا يتحرك من بلاصتو حتى يشيب الغراب. تريدون وزير في البلدان الإسلامية يذهب إلى المطبخ؟ هو ما يكره يضعون له الطعام في فمه. هذا هو مشكلنا. العلاج موجود، لكن الإنسان كسول، الإنسان لا يريد أن يبحث عن هذا العلاج، يريد الجاهز، ينتظر جاهز، وهذا هو المشكل الكبير. هذه الحلقة ركزت، إنسان يجب أن لا يكون كسل مع العلاج، أن يقوم الشخص بمجهود، أن يقدر على الحياة. حاولوا ما أمكن أن تتناولوا شيء فيه كزبرة وكروية وشمرة، أو ينسون نجمي، ينسون نجمي الباديانة، الباديانة هذه ينسون. حاولوا ما أمكن تهيئوا واحد شاي فيه حبوب، شيء قليل، حبوب كزبرة وكروية وكذلك شمرة، حبوب الكزبرة كروية شمرة. إذا كان ليانسون النجمي جيد، لأن ليانسون النجمي عنده نسمة جيدة، ممكن تكون عندكم باديانة أضيفوها كذلك. هيئوا شراب واشربوه وانظروا كيف ستحسون. فقط لين المعدة والقولون، وليس هناك غازات، وتحس براحة ويعني وهضم جيد، ويعني حاولوا ما أمكن. فقط يعني فقط هذه غير اللي الذين لا يحسون بهذا، متوترين ويعني مرهقين ولا يحسون بأي شيء، حاول تهيئ هذا الشاي وسترى. يعني شمرة، أعيد، الشمرة في المغرب نسميه النافع، هذه شمرة هذا اليانسون النجمي إذا كان، إذا ما كانش مجموع. لكن ثلاثة مهمة، حبوب الكزبرة، حبوب الكزبرة والكروية والشمرة، حبوب الكزبرة والكروية والشمرة. هيئوا من هذا ثلاثة هذا يعني شراب واشربوه، يعني ويعني إن شاء الله يعني سترون. أنا قلت الأشخاص اللي عندهم ألم تسممات الآن، انظروا كم تكلمت عن المورينجا، وقلت بأن المورينجا تنبت في بلداننا بدون أي مشكل، المغرب والجزائر وتونس، المورينجا تنبت في هذه البلدان بدون أي مشكل، ولا تتطلب أي شيء المورينجا.
تعطيها ماء وماء قليل فقط، ماء قليل ولكن يوم ويوم لا، يعني كل يومين تعطيها ماء قليل. شجرة واحدة تكفيك أنت والعائلة كلها. تكون عندك حديقة، الناس عاملين الجازون في الحديقة كيلعبوا التنس ولكن صحتهم مخلينها. كاين اللي عنده حديقة، كاين اللي عنده جاردن، كاين اللي عنده حديقة في منزله ولكن عامل فيها جازون وعامل فيها يعني أزهار ينظر إليها، ولكن لا يزرع فيها نعناع ولا يزرع فيها أعشاب طبية. هذه يا عباد الله ازرعوا المورينجا، والله تزرع بسهولة وشجرة جميلة جدا، وممكن تزرعونها يعني في أمام المنزل ولا بالقرب من المنزل، ويعني ولتر من الماء كل يومين، لتر من الماء كل يومين. وممكن تزرعوا 15 و20 شجرة وممكن توزعوا على الناس وتعملوا أجر مع الناس، وهذه هي العبادة. ممكن والله ممكن. لماذا؟ والله أنا عندي مورينجا، أنا زرعت مورينجا، عندي مورينجا. إن كان صديق سعودي جزاه الله خيرا كان أعطاني البذور، يعني 2015 كان أعطاني بذور هذه المورينجا وزرعتها، طلعت جيد، أعطيت للناس يعني شتلات زرعوهم جيد طلعوا. يعني هذه لما يكون عندك ألم شديد إخواننا في أوروبا وأمريكا، لما يكون عندكم مغص وألم في المعدة وفي الأمعاء، تكونوا أكلتم شيء أو بلعوا 3 كبسولات مورينجا أو 4، 3 كبسولات 4 كبسولات مورينجا، فتحوا الكبسولة فرغوها في كأس كأس من الماء يعني وشربوها سترون. ثم أختم بشيء، علي نحن نتحدى، لماذا لا نتحدى؟ هذا علم، ونتحدى بعلمنا، حتى أن هناك أغبياء الآن يقولون بأن فايد كاتب أمامه، فايد كاتب أمامه الأشياء التي يقرأها. هل يظهر علي أنني أقرأ هذه الأشياء هذه؟ والله هذا الحقد يصل بالناس إلى هذه الدرجة، شيء غريب. الحقد يقتل صاحبه لا يقتل الناس، مقولة الدكتور محمد فايد دائما، الحقد لا يقتل إلا صاحبه، لا يقتل الناس، لا الحقد لا يقتل الناس، الحقد لا يقتل إلا صاحبه. هذه في الأخير يعني أطلت شيئا ما، وعاد بدوا يخوفوهم هاد يعني هاد الضوضائيون الذين لا يعلمون شيئا لا في علم التغذية ولا في حبوب الكتان. إذا سخنتها تصبح سامة، من قالها لك يا سيدي؟ حلمت بها في الليل، شكون اللي قال لك؟ حبر شاد ممنوع على الغدة الدرقية، من قالها لك؟ أين درستها؟ وأتحداك طلع لي جامعة تدرس هذه الأشياء. لماذا تكذبون على الناس؟ لماذا تخوفون الناس من حبوب الكتان ومن حبر شاد؟ هذه لماذا؟ لماذا أصحاب الغدة الدرقية لا يتناولون حبر شاد؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني والناس تابعين هذول كيكذبوا عليهم وما تابعينش الدكتور فايد. وتكتب لي وحدة في التعليق يجب أن تقول للنساء اللي عندهم الغدة الدرقية بأن لا يتناولوا حبر رشيد، وقريني يا لالا، تعالي قريني. سبحان الله، ناس يسمعون معلومة يأتون يعلموا فايد.